إنجيل النهاردة بيتكلم عن مثل الزارع. في نص الإنجيل التلاميذ سألوا السيد المسيح ما عسى أن يكون هذا المثال، يعني بيسألوه هو إيه المثال ده؟ واحد مع شوية حبوب أو بذور وهو ماشي كل شوية شوية حبوب طلع منه، وقعت شوية على الأرض محجرة، وقعت شوية على الأرض ليها تربة بس درجة الحرارة مش كافية، وقعت شوية على الأرض فيها شوك بس الشوك لما طلع مع الزرع والنبات خنقه فمات، وقعت شوية على الأرض كويسة فيها شمس وفيها أملاح وفيها رطوبة فالنبات طلع كويس وطلع الزرع. هسأل سؤال، هو ليه السيد المسيح كان بيستخدم الأمثال؟ السيد المسيح عشان كان عارف فكر الشعب زي بالظبط واحد بيشرح حاجة على وسائل إيضاح، فالسيد المسيح كان بيستخدم أبسط الوسائل أبسط الوسائل علشان يقدر يفهم الشعب. إنجيل النهاردة بيدور على حاجتين أو حاجة واحدة بس الاتنين ليهم معنى واحد، صوت الله حاجة وكلام الله حاجة بس الاتنين حاجة واحدة. يعني الكلام ده الأرض اللي وقعت عليها البذور دي أنا وأنت وإنتي، أنا الأرض. طيب أنا عندي زي ما أنا عندي أربع أنواع من الأرض، عندي أنا أربع أنواع من البشر. عندي أرض محجرة، أرض حجارة لو حطيت فيها بذرة هتطلع؟ لا. أرض ملهاش جذر لو حطيت فيها بذرة هتطلع بس هتموت. أرض فيها شوك لما يطلع الشوك مع النبات هيخنقه ويموت. أرض كويسة فيها تربة كويسة فيها رطوبة كويسة فيها أملاح كويسة لما بيطلع الأرض مع الشمس النبات بيطلع كويس. أنا هسأل سؤال تاني، أنا أي نوع من الأرض دي؟ أنا أرض محجرة والأرض بلا جذر والأرض فيها شوك والأرض كويسة؟ أنا بسمع صوت ربنا بس الشيطان بينزع مني. أنا بسمع صوت ربنا بس أول ما تيجي تجربة هو ربنا فين؟ فين ربنا؟ السؤال ده بنسمعه كتير قوي. بسمع صوت ربنا بس في شوك في حياتي، إيه هو الشوك ده؟ الهموم، هموم العالم هو ده الشوك. بسمع صوت ربنا بس بعمل بيه وبفرح بيه فبلاقي فيه استجابة مع كلمة ربنا. المشكلة فين؟ المشكلة في جهاز الاستقبال اللي عندي، عايز يتظبط شوية. طبعا كلنا عندنا في البيت راديو، الراديو وانت بتعمل الموجة لو ما كانتش الموجة صح مش هتستقبل، اللي هي إشارة إرسال واستقبال. الإرسال هو ربنا قد الإشارة بس المشكلة ان انا مش جايب الموجة او مش عارف اجيب الموجة او عند الموجة وانا بطنش. ساعات اقول لنفسي هو ربنا فين في حياتي؟ انا ليه مش سامع صوت ربنا؟ كلنا بنؤمن ان ربنا موجود بس انا ما بسمعهوش ليه؟ او ساعات بنسمعه بس بتطنش. زي ايه؟ ربنا قال ايه لادم؟ قال اليوم لما تاكل من هذا الشجرة ايه؟ موتا تموت. في رسالة أوضح من كده؟ ما فيش أعتقد. يعني إيه؟ يعني زي ما يقولوا كده الأعمى يشوف يعني. اليوم لما تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، حياتك هتنتهي. ورغم ذلك إيه اللي حصل؟ أكل. بس هو طبعا قال المعين اللي أنت جبته لي أو الست اللي أنت جبتها لي هي بيرمي، يعني إيه؟ بيرمي المسؤولية على مراته. بس هما الاثنين مشتركين في الخطأ. طبعا في واحد بيسمع صوت ربنا وبيستجيب وبيعمل، وفي واحد بيسمع صوت ربنا وكأنه ايه ما سمعش. مثلا بيقول لك ايه، ودن من طين ودن من عجين، ما بيسمعش خالص. او ليه ودن، ودنه تقيلا، هموم العالم مسيطرة عليه مش خلاه سمع حد، او ممكن لما يسمع بيسمع صوته وهو للأسف غلط. لكن في ناس ثانية بيسمعوا صوت ربنا وبيعملوا بيه. زي مين؟ الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس لما أبوه توفى
ساب له فلوس وساب له اراضي وساب له حاجات كتير. قال لي طب يا رب انا اعمل ايه؟ قال لي انا هروح اسمع صوت ربنا، هروح اسمع صوت ربنا. راح الشماس واقف كده على المنجليه، قال له ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني. ده مش بس كده، ده اول صوت لصوت ربنا، سمع الكلام وراح باع كل حاجه. جه عايز هو يدخل الدير، مش عارف طيب ادخل ايه، قال انا بس انا اقعد في وسط الناس. فجت واحده قالت له انت راهب انت؟ قال له انت لو عايز تكون راهب صح ادخل البريه الداخليه. سمع صوت ربنا تاني. مين تاني سمع صوت ربنا؟ بولس الرسول. بولس الرسول دوا مفيش قبله ولا بعده هيكون كان اكتر واحد مضطهد للمسيحيين. قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. قال له مين يا رب انت يا رب؟ قال له انت يسوع، انا يسوع اللي انت بتضطهده. سمع صوت ربنا وبدا يتغير. الانبا موسى الاسود قعد قاتل قتلة، مفيش حاجة ما عملهاش الأنبا موسى. بس لما بدأ الجهاز الاستقبال يتظبط شوية، قال يا رب مين أنت الإله الحقيقي؟ النار بتطفي، الشمس بتغيب، والإله ما بيغيبش. يبقى أنت مين؟ قال له أنت عايز تعرف أنا مين؟ واحد جه له واحد هو ابنه، قال له روح بريت شهيد، وبريت شهيد هيعرفوك مين هو الإله الحقيقي. القديس أرسلني اسمه علم ولاد الملوك، كان ابن عز. واحد ابن ملك متربي في قصور وملوك، لما دخل الدير، طبعا الواحد لما بيبقى عايش في مستوى معين في المعيشة صعب بينزل عنها، فطبعا الرهبان لقوا بياكلوا فول، وطبعا الفول طبعا ايه مش كويس يعني مسوس. ف جه رئيس الدير مسك راهب قال له تعالى بس معلش انا هعمل فيك موقف بس استحمله من اجل المسيح. قال له حاضر. فجه وهو قاعد جنب القديس ارسانيوس فبيعمل زيه، بيجي ياكل فول كويس والوحش بيرميه. فقام رئيس الدير ضربه بالقلم. قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتاكل فول كويس وفول وحش بتسيبه لاخواتك؟ جهاز الاستقبال عند القديس ارسانيوس بدا يتحرك، بدات الموجه تيجي. قال القلم ده مش ليك، القلم ده ليه انا. حس سمع صوت ربنا. وحتى في زكسرية القديس مريمينا تاني ربع بنقول ايه؟ القديس افامينا سمع الصوت الالهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد. يعني المشكلة فيا، المشكلة مش في ربنا، ربنا موجود وصوته موجود. العالم صعب، تكنولوجيا وميديا حاجات كتير كده تخلي الواحد ودنه وعينه وبقه يتسد. فين انا؟ فين صوت ربنا؟ بنسمع كتير كتير كتير، هو ربنا فين في حياتي؟ ربنا دوه مش موجود. ربنا دوه مش موجود. بسبب ايه؟ مش بسبب ربنا. طيب، لو ربنا مش موجود انا هقول لك حاجة. أنت مش عارف تميز صوت ربنا، إزاي؟ السيد المسيح قال إيه؟ خرافي تسمع إيه؟ صوتي، يعني هنا في صوت. خرافي تسمع صوتي، وأنا عارفها وهي تعرفني. المشكلة فين؟ مش مشكلة في ربنا. هسأل سؤال تاني، انت من خراف ربنا ولا انت بعيد عنه؟ ازاي وانت بعيد عن ربنا عايز تسمع صوت ربنا؟ ازاي وانت بعيد عن ربنا عايز تسمع صوت ربنا؟ استحالة. انا بحر مصول يا ابانا الذي، يا اسلوب منادى بزعق، يا ابانا الذي في السماوات، يعني يا رب يا اللي قاعد في السماء انا بصرخ لك انت سامعني. المشكله في جهاز الاستقبال عندنا عايز يتظبط شويه. كل واحد بيجيب الموجه اللي هو عاوزها، بدل ما بيجيب صوت المسيح ممكن يجيب مثلا اذاعه تانية، والعالم مليان اذاعات او تقريبا كل اذاعه، في اذاعه شهوه، في اذاعه خطيه، في اذاعه فكر، في إذاعة حاجة أنا عايز أعملها بس بإرادتي. ربنا بيقول الرب قريب، مزمور بيقول الرب قريب لمن يدعوه. طب هو فعلا ربنا قريب ليك؟ أسأل سؤال، هو ربنا قريب ليا؟ كل يوم على المذبح بيدي لك جسد ودم ببلاش. أعتقد يعني في المستشفيات
لما حد بيحتاج فصيلة دم، وبيبقى صعب طبعا، بس الكلام ده في مصر مش هنا طبعا، لما يلاقي حد فصيلة دم بيبقى صعب جدا، فبيقول ده عمل حاجة، ده ادالي دمه، ويشكره يعني، يبقى عايز يديله كل حاجة، اداله حياة. المذبح مفيش أكتر من كده حياة. حياتنا على الأرض مش دايما، وصوت ربنا موجود على الأرض، بس المشكلة جهاز الاستقبال بتاعي عايز يتظبط، عايز يجيب الموجة بتاعت. صموئيل النبي قال إيه؟ تكلم يا رب فإن عبدك سامع. صموئيل كان سامع، عشان كده قال تكلم يا رب. أنا أتمنى كل واحد يقول تكلم يا رب فإن عبدك سامع. لو واحد خلى حياته كلها في حياة العالم، ابني دخل ابتدائي، دخل إعدادي، دخل ثانوي، دخل كلية، عايز يتجوز، يتجوز، جاب أولاد، الأولاد دخلوا مدرسة، هتفضل على طول شايل هموم ومش سامع صوت ربنا في حياتك، والعالم كله بره هموم، العالم بره كله مفيش حاجة حلوة، ممكن في فلوس وفي حاجات زي كده، بس يعني متعة، تقدر تقول على كده متعة إيه؟ وقتية، هتنتهي، هتيجي فترة تنتهي، تيجي تقول هو فين ربنا في حياتي؟ فين صوت ربنا؟ أنا فين عن خريطة ربنا؟ أرجع أقول لك كلمة اللي قالها صموئيل النبي، تكلم يا رب فإن عبدك سمع. يا ريت كل واحد كده يراجع حساباته شوية، يفكر أنا بسمع صوت ربنا ولا لأ؟ كلنا في البيت عندنا كتاب مقدس، يا ريت الكتاب المقدس على التراب دوت ننفضه شوية، أو بنحطه كده على في البيت كده مجرد ديكور، حاجة حلوة شيك كده يعني، أو إنجيل اللي أنا ورثه من جدي، لا ده الإنجيل ده ما افتحوش، ليه يا حبيبي؟ ده أنا ورثه من جدي، ياه عشان ورثه من جدي تفتحوش؟ ده بركة. لا يا ريت كده نفتح ونسمع صوت ربنا، ربنا كل يوم يقول واقف أنا أسمع صوتك، أنا نفسي أسمع صوتك. يا ابني لو واحد فينا عنده ابن، أو أنت ابنك ده مش هيشعر هو عطشان ولا جعان غير لما يقول له يا بابا أنا جعان، يا ماما أنا عطشان. يا ريت زي ما نتكلم مع بعض كتير، نتكلم مع بعضنا كتير، مع ربنا كتير، وقول له يا رب أنا بحبك وعايز أتكلم عنك، وثق تماما إن ربنا هيفتح قلبه وهيفتح دراعه عشان يسمع صوتك. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ويدينا نعرف نميز صوت ربنا عن صوت العالم بره. صوت العالم بره صعب وصوته عالي، صوت العالم بره صعب وصوته عالي، وصوت ربنا بيقول صوته يعني صوته حنين. هل انت هتعرف تسمع صوت ربنا في العالم؟ ربنا يديكم البركه والمجد لله دائما ابدا امين.